ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا صاروا بهذه المودة والإقبال والتقبل؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. القسيسين والرهبان أطلعوهم على ما بشر به عيسى برسالة ونبوة سيدنا محمد في الإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إلى الآن في الأناجيل القانونية يقول سيدنا عيسى: ومتى جاء بعدي المعزي؟ بعدي المعزي. أما في إنجيل برنابا الذي اكتشف في القرن السابع عشر والثامن عشر اكتشف نسخة واحدة في الفاتيكان واحدة في إسبانيا، ففيها ذكر محمد رسول الله أكثر من 30 موضعا. ولما القرآن تحداهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لو لم يكن مكتوبا لأتوا إلى سيدنا محمد قالوا هي التوراة ما فيها، والنصارى جاءتهم بالإنجيل قالوا هي الإنجيل ما فيه، ولكن تحداهم ولم يستطيعوا أن يصمدوا ويقفوا أمام هذا التحدي. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا للمسلمين الذين قالوا إن النصارى. إيش السبب؟ قال ذلك بأن منهم قسيسين علماء بالتوراة والإنجيل وبيعرفوا، وكانوا يقولوا لأهل زمانهم: قرب زمان مجيء محمد. ولما اليهود يتخاصموا مع أهل المدينة يهددوا أهل المدينة: قريبا سيأتي محمد نؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. العلم يا ابني وحده لا يكفي إذا لم يصحبه التوفيق. الله يرزقنا التوفيق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهما متشابهين علينا. في أعظم من التشابه بكون ما متشابه عليك، لكن هواك وأنانيتك وحبك للفائدة الزائر المادية تطغى عليك، بتضيع الحقائق وبتضيع سعادة الدنيا والآخرة. الله يرزقنا التوفيق.